صباح الخير عليكم واهلا بيكم. الحقيقه احنا هنتكلم دلوقتي عن الطقس. احنا شايفين ان الفتره الاخيره في عدم استقرار في الاحوال الجويه شويه، ساعات بنلاقي درجه الحراره ارتفعت، ساعات بنلاقيها انخفضت. النهارده شايفين شبوره كثيفه جدا، هنعرف بقى يعني طبيعه الجو النهارده وعلى مدار 3 ايام جايين ان شاء الله مع الدكتور محمود شاهين خبير الارصاد الجويه وهو مدير اداره التنبؤات الجويه بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الخير. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا يا فندم، عايزين نعرف يعني حاله الجو لان احنا شايفين كده حاله من عدم الاستقرار انتهت النهارده بالشبوره المائيه. لا احنا طبعا في فتره استقرار شديده في الاحوال الجويه. الاستقرار ده كانت ملامحه درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه خلال فترات النهار، طقس شديد البروده في فترات الليل، اجواء شتويه طبيعيه جدا. استقرار الاحوال الجويه من اهم عناصره الشبوره المائيه الكثيفه اللي احنا شايفينها خلال هذه الايام، واللي نوهت عنها الهيئه العامه للارصاد الجويه في تحذيراتها وفي بياناتها اليوميه، وقلنا انها تنخفض مع هذه الشبوره مدى الرؤيه الافقيه على الطرق، خصوصا الطرق السريعه والطرق الزراعيه والقريبه من المسطحات المائيه، وده اللي حدث بالفعل النهارده واللي تم بسببه غلق بعض الطرق نتيجه انخفاض مستوى الرؤيه الافقيه عن الحد المطلوب. فنرجو طبعا الالتزام بتعليمات الاداره العامه للمرور بخصوص السرعات على اثناء القياده على الطرق السريعه، ايضا عبور المشاه من الطرق والاماكن المخصصه لعبور المشاه على الاماكن وعلى الطرق السريعه. يا ريت اللي ما عندوش مشوار او مش مستعجل على الخروج الصبح بدري يبدا يتحرك بعد الساعه 9 صباحا لما تبدا الرؤيه تتحسن تدريجيا خلال ال 72 ساعه او خلال الثلاث ايام القادمين. طب دكتور محمود، هل في توقع لامطار خلال يعني النهارده او بكره مثلا؟ يعني احنا قايلين النهارده ان فرص سقوط امطار خفيفه جدا على مناطق متفرقه من سواحلنا الشماليه الغربيه، السلوم، مطروح، قد تصل اسكندريه، فرص لامطار خفيفه على فترات متقطعه، ايضا على مدينتي حلايب وشلاتين في جنوب شرق البلاد. بخلاف كده الاجواء مستقره في باقي محافظات الجمهوريه، هدوء كامل في سرعات الرياح، ملاحه بحريه معتدله سواء في البحر المتوسط او في البحر الاحمر. طيب دكتور محمود، كنا دايما بنسمع انه الشبوره المائيه الصبح معناها يعني ان درجه الحراره هتكون اعلى شويه في النهار، ده حقيقي؟ ملهاش علاقه طبعا، لا مفيش علاقه مرتبطه، بس احنا بنقول ان الشبوره المائيه دلاله على الاستقرار في الاحوال الجويه. فبالفعل درجات الحراره النهارده تعتبر من 21 ل 22 درجه حول المعدل الطبيعي ليها بالنسبه لهذا التوقيت من العام. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير اداره التنبؤات الجويه بالهيئه العامه للارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك.